نسمع كثيرا عن سنن الفطرة، فما هي؟ وخصوصا أننا نعلم أن الإسلام دين الفطرة. سنن الفطرة جاءت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. وحديث: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء أي الاستنجاء والمضمضة. وهي غير محصورة في ذلك، بل هي كثيرة. الختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من القبل بالنسبة للرجال، وقطع جزء من أعلى الفرج بالنسبة للنساء. وهو سنة قديمة، صح في البخاري حديث: اختتن إبراهيم خليل الرحمن وسنه 80 سنة، وكان بالقدوم أي آلة أو مكان. وآراء العلماء فيه مختلفة، فقيل واجب للرجال والنساء، وقيل سنة لهما، وقيل واجب للرجال سنة للنساء أو مكرمة. فهو مشروع ليس بحرام، وينبغي ألا يترتب عليه ضرر كبير. والاستحداد هو حلق العانة أي الشعر الذي يحيط بعضوي التذكير والتأنيث. ونتف الإبط أي الشعر النابت عند ملتقى الذراع بالكتف من أسفل، ويمكن إزالة الشعر عن هذين الموضعين بأية وسيلة: بالحلق أو القص أو النتف أو النورة. تقليم الأظفار هو أيضا للرجال والنساء، وفي حديث أحمد وأبي داود: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. قص الشارب أو إحفاؤه وهو للرجال، وإعفاء اللحية وهي للرجال أيضا. وفي الحديث المتفق عليه: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. والسواك، وفيه حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهو يسن في مواضع كثيرة. والمضمضة، ثم الاستنشاق، ثم الاستنجاء، ثم غسل البراجم وهي عقد الأصابع ومفاصلها، ويلحق بها معاطف الأذن بمسح الصماخ. إكرام الشعر بدهنه أو تسريحه إذا طال، لحديث أبي داود: من كان له شعر فليكرمه. وعند حلقه يحلق كله أو يترك كله، فقد صح في البخاري ومسلم نهي الرسول عن القزع، وهو حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه. عدم نتف الشيب من الرأس أو اللحية، ويجوز تغييره بالحناء وغيرها. ففي الحديث المتفق عليه: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. والتغيير بالسواد للرجال فيه كلام، وبخاصة إذا قصد به التغرير والتدليس. التطيب بالروائح الجميلة، ففي صحيح مسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وبعد، فإن هذه بعض سنن الفطرة، ومعظمها ليست بواجبة، وفي بعضها خلاف في وجوبه. وكما قال النووي في شرح مسلم: لا يمتنع قرن الواجب بغيره، كما قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالإتيان واجب، والأكل ليس بواجب، والله أعلم.